السلام ومرحبا بكم في القناة ديالنا. اليوم غادي نقدم لكم وصفة الفطائر اللي معروفة بزاف في البلدان العربية. غادي نقدموها بجوج حشوات مختلفة. إلى عجبتكم هذه الوصفة تابعوا معايا. المقادير ديال العجين غادي تحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة، جوج معالق كبار ديال بودرة الحليب، بيضة، 60 مليلتر ديال الزيت، 120 مليلتر ديال الماء دافئ، وملح. غادي تبداو تخلطوا الخميره مع السكر مع شويه الماء دافي وتخليوه يرتاح واحد 15 دقيقه. من بعد غادي تخلطوا البودره ديال الحليب مع الدقيق، وغتزيدوا عليهم الملحه، وغادي تضيفوا الزيت وبيضه، وغادي تزيدوا الخليط ديال الخميره، وغادي تضيفوا الماء بشويه بشويه وانتم كتعجنوا حتى تحصلوا على عجينه متماسكه. واحد الاناء اللي مدهون بالزيت غادي تحطوا العجينه وغادي تخليوها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها. الحشوه الاولى غادي تخلطوا الفلفله مقطعه حمراء وخضراء، البصله مقطعه والثومه مقطعه، غادي تزيدوا الملحه ونص معلقه صغيره ديال سكينجبير، غادي تزيدوا زيت العود، نص معلقه صغيره ديال الكمون، وغادي تزيدوا القطع ديال الدجاج، وغادي تخليو كلشي يطيب، وغادي تقدروا تحتاجوا الماء. غادي تزيدوا عصره ديال الحامضه ومعلقه صغيره ديال العسل. للحشوه الثانيه غادي تخلطوا الفلفله مقطعه، مطيشه مقطعه، كزبر مقطع، ثومه مقطعه، والبصله مقطعه، غادي تزيدوا الملحه، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الكمون، وزيت العود، وغادي تخلطوا هادشي كله وغادي تخليوه يطيب واحد شويه. من بعد غادي تضيفوا عليه الكفته وغادي تطيبوها على عافيه مهيله. منين تخمر العجينه غادي تقسموها على ثلاثة، وغادي تشدوا كل قطعه وغادي تسرحوها بالمدلك. غادي تقطعوا دوائر من العجينه، غادي تعمروها بالحشوه اللي بغيتو، غادي تسدوها على الطريقه. من بعد غادي تدهنوا الوجه ديال الفطائر ببيضه مخفوقه وغادي تزينوهم بالزنجلان ولا بالزانوج، وغادي تدخلوهم الفرن مسخن على درجه 200 حتى يتحمروا. وها هما الفطائر ديالنا وجدوا. بالصحه والراحه.
انا كنضرب لكم موعد في الحلقة الجاية مع وصفة اخرى. مع السلامة.